بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وصفي المتقين، القائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، القائل في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطبتم وطابت أوقاتكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا اللقاء الطيب في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم، برنامج صباح المؤمنين. هيا افتحوا معنا المصاحف لكي نواصل ختمتنا المباركة مع بداية الجزء العاشر، صفحة رقم 182، الآية رقم 41 من سورة الأنفال، من أول قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هيا افتحوا معنا المصاحف بمشيئة الله تعالى، نحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في البرنامج عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بمشيئة الله تعالى، وسوف نبدأ التلاوة بمشيئة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يعني مشيئة الله تعالى. فاصل قصير نخرج لأذان الفجر ونعود إليكم مرة أخرى، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، عدنا إليكم من جديد ونكمل تلاوتنا بمشيئة الله تعالى سورة الأنفال الآية رقم 50 صفحة رقم 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ناخد اتصال الحاج نبوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك. السلام ورحمة الله ويخليك لنا يا رب. الله يكرمك إن شاء الله. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. تاني يا حجة، حجة نبوية تاني. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. راعي كسرة الميم. والذين من قبلهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا. ثاني فأهلكناهم إيه؟ فأهلكناهم بذنوبهم. شوفي. فأهلكناهم بذنوبهم. خلاص. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا. طيب وأغرقنا، القاف هنا ساكنة ولا متحركة؟ وأغرقنا. خلاص. وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب
عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. يا حاجة نبوية، نعم خدي بالك الميم مرققة، ما قلتش ثم، لا ثم. حاضر. ثم ينقضون. حاضر. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يا حاجة نبوية ما بقولش في كل مرة، لا في كل مرة. حاضر. خلاص، لان هنا كسرتين، فالكسرتين نعم. هنا التنوين تنوين بالكسر. حاضر. في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد. ما قولش تثقفا، لا تثقفا. فشرد. لا، فإما تثقفنهم وليس تثقفنهم. حاضر. نعم. فإما تثقفنهم. لا مدي، فإما في مد طبيعي هنا بعد الميم. فإما. حاضر. فإما تفق. نعم. نعم تمام. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد. لا، في الحرب. نعم. في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لا. لعلهم. فشرد بهم من خلفهم. حاضر. دي غلطة مني. فشرد بهم من خلفهم لعلهم. حاجة نبوية. ما قولش من. نعم. فشرد بهم من خلفهم. لا، برضو النون خدت شيء من التفخيم. من خلفهم. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، تلاوة طيبة ما شاء الله. ناخد الحاجة كريمة. السلام عليكم يا حاجة كريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. يا أهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تخافن من قوم منهم خيانة. تاني يا حاجة كريمة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ما شاء الله عليك يا حاجة كريمة، ربنا يبارك فيكي. علمي الناس يا حاجة كريمة، تلاواتك طيبة ما شاء الله. نأخذ الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ محمد. فيك بارك. جزاك الله عنا كل خير يا رب العالمين، والقناة والعاملين بها والقائمين عليها يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله. ما قولش حسبك الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أم أحمد. يا نعم. أم أحمد. نعم. نعم الله عليك. ما قولش حسبك الله. حسبك الله. حسبك الله. إيه الغلط؟ الكاف هنا فخمتيها. حاضر. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أم أحمد. ناخذ مسامح. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم سامح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد. بارك الله في حضرتك. ففيك بارك. وفي مشايخ القناة جميعا يا رب العالمين. اللهم آمين. وفي أولادنا حبايبنا اللي في الكنترول، ربنا يبارك فيهم ويعطيهم يا رب العالمين كل ما يتمنوا فوق ما يتمنوا. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. أكرم مع فضيلتك إن شاء الله. تفضلي تشرفينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قلت أخذتم. أخذتم. أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. عندنا كلمات لمن. حاضر. آخر حرف فيها إيه؟ لمن. النون. نون ساكنة. نون ساكنة. وبعدها إيه؟ يبقى إخفاء حقيقي. طيب اختيها بقى لمن في ايديكم. برضو كلمة ان يعلم الميم حركتها ايه؟ الميم هنا ساكنة، الميم هنا مرققة. لا حركتها ايه؟ مفتوحة ولا مكسورة؟ لا مكسورة. ولا مكسورة. طيب ان يعلموا ولا ان يعلمي؟ يعلمي. الله يفتح عليك. طب ترايها كده بقى. يلا تاني. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام.
انت قلت يا ايها النبي، يا ايها ده مد ايه؟ مد حرف نداء ومد بدل، يبقى مد منفصل. مد منفصل، الله يفتح عليك. طيب الاسرى ان يعلم، مد ايه؟ مد منفصل. طيب ما ينفعش امد اقول يا ايها النبي واجي عند الاسرى اقول ايه؟ الاسرى ان يعلم الله. لا، واللفظ في نظيره ها كمثله. الله يفتح عليك، ما انت حافظه هو ما شاء الله عليكي. يبقى اقول ايه؟ إن يعلم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ محمد، وإياك ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم أمين وفيك بارك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد مد طبيعي هنا. الله من قبل فأمكن منهم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خيرا. ناخذ الحاجة خديجة، السلام عليكم. الحاجة سميرة، السلام عليكم. السلام عليكم. جعلكم من أهل جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أنت والعاملين بالقناة وضيفك الكريم والمشاهدين. مفيش ضيف، أنت ضيوفي بقى، مفيش ضيف. وإياكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يا سميرة. نعم. أنت مركزة معايا؟ ايوه. طيب ما لكم ايه؟ ما لكم من ولي ولايتهم يا حاجة سميرة، ولايتهم. يا ريت تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون شوية. ولايتهم من ولايتهم ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. كملي إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله يفتح عليك، جزاك الله خيرا. بس خدي بالك من ترقيق الراء في كلمة والله ما تعملون بصير وليست بصير. ها جزاكم الله خيرا. ناخد الحاجة خديجة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا حجة خديجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك. بارك الله فيك يا شيخ محمد. فيك بارك. وجعلك من أهل الفردوس الأعلى. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب يديك الصحة والعافية. اللهم أمين. اللهم أمين وبارك في جميع العاملين في الكنترول. اللهم أمين. وبارك في جميع المشاهدين والمشاهدات. اللهم أمين. أبدأ إن شاء الله. اتفضلي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. والذين آمنوا إيه حاجة خديجة؟ نعم. والذين آمنوا إيه؟ وهاجروا. لا احنا احنا هنقول الآية اللي قبلها خلاص مش هنفتكرك تقرأي الآية الأخيرة. لا آسف جدا معذرة. لا ما فيش. ربنا يبارك لي فيك يا رب. الله يكرمك. اللهم بارك فيك يا رب. الذين والذين وهاجروا والذين بقى. وجاهدوا عيدها تاني. نعم عيدها تاني. والذين والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا. الذين إيه؟ أووا ونصروا. نعم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. كلمة لهم ديت آخر حرف فيها إيه؟ الميم والميم دي إدغام متماثلين. إدغام مثلين صغير. طب إدغميها بقى يا حاجة خديجة. لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق كريم. نعم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ببعض أولي بعض أولى ببعض بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش بسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لماذا لا يوجد بسملة ولا استعاذة؟ خلاص انت بتقرأي. عشان بدأ بالبراءة. ماشي بدأ بالبراءة ليه؟ براءة الرسول. لا يوجد في أول التوبة بسملة. لا. لأنها نزلت بالسيف واللعنة على المشركين والمنافقين. المشركين والكفار. والمنافقين. أيوة. خلاص؟ نعم. ماشي. طيب لو انا بقرأ بقى في وسط الصورة في وسط صورة التوبة. نعم. مثلا يبقى استعيذ ينفع بسمل ولا ما ينفعش؟ لا ما بسملش برضه. لا ينفع بسمل. والله. وفي الاجزاء خير من تلا. ربنا يعني يديك في العلم الكبير يا رب في وتعلمنا. في 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 الاجزاء في الصورة في سورة التوبة. القارئ مخير يبسمل او لا يبسمل. ربنا ان كانت البسملة ان كانت البسملة نعم. مناسبة للآية التي بعدها يعني لو الآية مثلا اللي أنا أقرأها آية يعني فيها رحمة وفيها فضل على المؤمنين بقى أنا آتي بالبسملة. لولا يكن في هذه الآية مثلا نعم. هقرأ مثلا آية مثلا إيه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. آية في سورة التوبة. نعم. ما ينفعش بسمل هنا ليه؟ لأن الآية هنا بتلوم المؤمنين على حاجة على حاجة خطأ هم بيعملوها. نعم. بتقولهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. خلاص. فأنا في وسط الصورة يا شيخ محمد. الله يكرمك. في وسط الصورة أنا مخير أبسمل أو ما بسملش. أما في بداية الصورة إذا كنت هبدأ القراءة لو أنا لسه هبتدي القراءة خلاص أنا أنت قمت من النوم هوت ما بسملش صحيت من النوم. أيوة. ومسكت المصحف بعد ما توضيت وصليت ركعتين كده مسكت المصحف وهتبدأي القراءة من أول سورة التوبة. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. خلاص. أيوة. طب لو أنا هقرأ بقى بقرأ في سورة الأنفال. نعم. وهكمل في سورة التوبة. ما بسملش التوبة بعد لا اجيب لا بسملة ولا اجيب استعاذة ولا استعاذة. طب ايه بقى اللي ليا في بين الانفال والتوبة؟ ليا ثلاثة اوجه. ثلاثة ايه؟ ثلاثة اوجه. الوجه الاول نعم
فصل آخر سورة الأنفال عن أول التوبة، أقول إيه؟ أفصلهم يعني عن بعض. إن الله بكل شيء عليم. نعم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ربنا يبارك لك. الوجه الثاني وصل آخر الأنفال بأول التوبة، أقول إيه؟ إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نعم. الوجه الثالث السكت دون تنفس، أقول إيه بقى؟ السكت أسكت على كلمة عليم بس ما أخدش نفسي، ما أخدش نفس، أقول إيه بقى؟ إيه؟ إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. تمام. ربنا يزيدك من علمه يا رب. الله يكرمك. اتفضلي. ابدأ انا بقى البراءة على طول. ابدأي براءة على طول. براءة ان شاء الله. ان شاء الله براءة. ربنا يكتب لك ولجميع السادة المشاهدين براءة من النار ومن النفاق ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، واعلموا أنكم إيه؟ غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك. طيب احنا مش هناخد فاصل نصلي الفجر ولا ايه؟ طيب ناخد الحاجة نبيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الجليل. وفيك بالله عليك ما تقوليش كلمة عنا كل الخير إن يا حاجة نبيلة، ما تقوليش كلمة الجليل ديت ولا يا شيخنا، خلاص أنا اسمي محمد. ماشي يا شيخ محمد. الله يكرمك. الله يبارك فيك. جزاك الله عنا كل الخير ديت، واللي ربنا يغفر لي ما لا تعلمون. آمين يا رب. اللهم آمين. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله، لا أمشي الأكبري، الأكبر الأكبري الأكبري. نعم. حاضر. يوم الحج، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا، ولم إيه؟ يظهروا، لا يظاهروا. ولم يظاهروا علي. نعم تمام تمام. الله يفتح عليك. الله يبارك خالص. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم، لا اشبيع المد شوية، فأتموا إليهم. حاضر. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. جزاك الله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، ما قولش انسلخ، فإذا انسلخ. حاضر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا يا حجة. نعم. وآتوا الزكاة. حاضر.
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ناخد الحاجة أم إبراهيم ونخرج فاصل لصلاة الفجر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك الجزير يا رب. ربنا يعلمنا يا حاجة أم إبراهيم. ربنا يديك الصحة والعافية ويكمل عليك ويديك القرآن في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين. ويكون لك فنسى عليك. اللهم آمين وإياكم إن شاء الله وإياكم. وأنت وجميع العاملين على القناة يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. أقرأ. تفضلي. كيف يكون للمشركين عهد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزين نتفق اتفاق بقى يا حاج ام ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاج ام ابراهيم. نعم يا فندم. عايزين نتفق اتفاق حضرتك والساده المشاهدين كلهم دلوقتي اللي بيتصلوا. نعم. عايزين نتفق على اتفاق. ايوه يعني ما نستعيذ بالشيطان. الله يفتح عليكي. طب ما تستعيذيش بقى، احنا اللي يتصل يكمل تلاوه على طول ورا اللي قبله. حاضر. اتفضلي. حاضر. حاضر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بس. ولا البسملة، ما خلاص أصل البسملة والاستعاذة يأتي بها أول من يأتي بالقراءة، يعني أنا دلوقتي بدأت القراءة. حاضر بارك الله فيك. اللي يجي بعدية يتصل أو اللي يقرأ بعدية على طول ما يجي لا يقول لا استعاذة ولا بسملة، لأن إحنا في حلقة التعليم. بارك الله فيك وزادك علما وإيمانا. الله يعلمنا وإياكم إن شاء الله. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرجونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان ثاني حاجة فقاتلوا لهم لعلهم ينتهون فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لا وليست إيه لا أيمان لا لهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك. يعني إلى نأخذ فاصل قصير بمشيئة الله تعالى ونترككم مع صلاة الفجر وأذكار الصباح والمساء. ابقوا معنا وسنكمل التلاوة ان شاء الله بعد الفاصل من اول الآية رقم 13 صفحة 188 في سورة التوبة بمشيئة الله تعالى. الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم برنامج صباح المؤمنين، ومع سورة التوبة الآية رقم 13 صفحة رقم 188 نكمل تلاوتنا بمشيئة الله تعالى. وناخذ اتصال من الأخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا يا ابني. وإياكم. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. تفضلي. أقرأ؟ إن شاء الله. ألا تقاتلون قوما. حاضر. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. برضو كلمة كنتم في ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة. كنتم. أيوة. إن كنتم مؤمنين. تمام. لذلك. تمام. ربنا يبارك لك. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. في اتصالات معنا. الحاج زينب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة زينب. بارك الله فيك. وفيك بارك. ربنا يسعدك يا رب. وإياكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات زينب وجنات لهم فيها نعيم مقيم لا الراء برضو ما اتكسرتش كويس ورضوان كده نعم تمام ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ناخد الحاجة سناء السلام عليكم السلام عليكم يا حاجة سناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله اللهم تقبل فجرنا وطيب صباحنا وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين وتوفانا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان أولياء إن استحبوا يعني أنا كنت خايفة أبدأ يعني كنت خايفة لا تطلع غلط لو بدأت بأولياء لا عادي أصلا عملت محطة فأعمل محطة وأبدأ بيها بقى طيب أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فلم تغني عنكم شيئا فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. جزاك الله خيرا حاجة ثناء، بارك الله فيك. في اتصال تاني معنا الحاجة راوية، السلام عليكم. طيب عفوا انقطع الاتصال، نكمل من اول ثم انزل. طيب ناخد الحاجة عطيات، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لكم يا رب في جميع القناة والقائمين عليها. وفيك بارك إن شاء الله. أقرأ إن شاء الله. تفضل يا حاج عطيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله. سكينته ولا سكينته؟ سكينته. تمام. سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا ما قلش وأنزل نعم يا حاج عطيات نعم ما قلش وأنزل ما فيش ألف وأنزل جنودا وأنزل جنودا لا لا قولي معايا يا حاج عطيات نعم وأنزل جنودا وأنزل جنودا هيا كده تمام وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا حاج عطيات نعم لم تروها مش تروها أيوة حاضر لم تروها نعم صح كده تمام لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام حاج عطيات نعم المشري خلاص ما قلش المشرون المشركون نعم ما قلش لا ما قلش نجس خلاص ايوه تمام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا تمام اقرأي فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عليه عيلة نعم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ما تبلغيش أوي بالفتحة يا حاج عطيات نعم ما تدرغيش قوي بالفتحة لا فسوف يغنيكم الله من فضله هي الفتحة بقى ساعتنا حاضر يا شيخ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم جزاك الله خير حاج عطيات قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يا حاج عطيات نعم يا ريت توطي التلفزيون شويه وانت بتكلميني حاضر خلاص حاضر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ها ما قلتش ورسوله حاضر تمام حاضر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطروا يعطوا حتى يعطوا الجزية الجزية نعم الجزية عن الجزية الجزية عن يد عن يديهم عن يد وهم صاغرون عن يدهم وهم صاغرون عن يد وقالت اليهود لا لا عيدي ثاني يا حق عطيات حتى يعطوا الجزية أعيد منين؟ حتى يعطوا الجزية حتى بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعطي الجزية يعطوا حتى يعطوا حتى يعطوا الجزية عن يديهم عن يد عن يديهم عن يد عن يد وهم صاغرون جزاك الله خيرا بارك الله فيك ادعي لنا بقى يا حاج عطيات في اتصلتني طيب ناخذ الحاجة روية السلام عليكم السلام عليكم يا حاجة روية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جزاك الله خيرا يا حاج روية ما شاء الله تلاوة طيبة ناخذ الحاجة صبر السلام عليكم الحاجة سمرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا الله فيك يا شيخ محمد فيك بارك لو سمحت يا شيخ محمد انا على قدي وامية لا ده انت يعني استاذة الكل احنا لينا بقى معاملة خاصة غير الاساسة اللي بيكون دول انت استاذة الكل ما شاء الله عليك اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها أربعة حرم ما شاء الله ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء مش سامعة أوي إنما النسيء في زيادة في الكفر يا حاجة صبرة مش سامعة والله إنما النسيء لا ما أقولش أن إنما
سامعة خالص. إنما النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر. زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل يا حاجة صبرة. يضل 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 به الذين كفروا ويحلونه عاما. يحلونه 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 وليست يحلونه. يحلونه يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة نعم ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. حاجة صبرة. نعم. ده انت ما شاء الله عليكي. ده انت ممتازة جدا جدا جدا. ربنا يكرمك. سمع والله خالص. بقول لك انت ما شاء الله عليكي. جميلة جدا. ممتازة جدا. نعم ام اشرف. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام اشرف. عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ محمد. وفيك بارك. بارك الله في ابنائي في الكنترول وفي جميع القناة يا رب. الله يكرمك. الله يبارك فيك. تفضلي. ماشي. من اول يا ايها الذين امنوا. ماشي. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. نعم. في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا إلا تا تا إلا إلا التاء مفتوحة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة لا أعب على السفلى سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في اتصالات الحاج إحسان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. وفيك بارك يا حاج إحسان. ربنا يبارك في عمرك يا ابني يا رب. اللهم أمين وإياكم إن شاء الله. تفضلي. فضلك الله بالجنة والإيمان يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك بما أذنت لهم. يا سلام بقى يا حاج إحسان. نعم. لما تقول إيه؟ عفى الله عنك. حاضر. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. حاضر لازم أجيب الآية كلها على بعضها. حاضر ربنا يعينك على نفسك معلش. أنا على فكرة بتبسط من تعليماتك ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك إحنا تحت أمرك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفيك بارك. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أنت ما فهمتيش قصدي إيه برضه؟ نعم. بصي لما إيه؟ لما واحد كده من اولادك كده يضبط لي الغنن يعني؟ لا لا مش الغنن انا اقصد المعنى. واحد من اولادك كده خلاص بيقول حصل بينه وبين حفيد من احفاده كده موقف فانت ايه بتقول كنت سيبه لما يجاوب وتعرف الاجابه انت قلت له ليه فانت تقول والله يسامحك يا اخي كنت سيبه لما يجاوب بنفسه حتى عفى الله عنك خلاص وقف. حاضر. انت بتكلمي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيكلم النبي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على حضرتك. الله يكرمك. عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذن لا يستأذنك حاضر لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في اتصالات تاني؟ طيب نكمل بقى احنا ان شاء الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل
هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحابر الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ناخد اتصال انتظرناه كثيرا لأخت مرماس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا يا أخت مرماس يا رب يعني بالله عليك لا تحرمينا من هذه التلاوة المباركة نحن ننتظر تلاوتكم الحاجة زينب طبعا وسائر المتصلين يعني ولكن تلاوتك تلاوة ممتعة ما شاء الله أسأل الله أن يبارك فيك تفضل يا أم رماس ما لا يعلمون بارك الله فيك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عشان النبي مش بقى بسم العادي ولا لا عادي عادي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ولي ولا حكمها إيه؟ نعم ولي ولا إدغام إدغام بغنة. طيب إدغميها يا أم ريمان. وما لهم في وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لو وصلت يكون أفضل. بخلوا به وتولوا وهم معرضون. معلش أعمل إيه؟ لو وصلت يكون أفضل. أقول بخلوا به وتولوا. ده مش بخلوا بس. بخلوا وأعرضوا. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله فيك يا أخت أم رماس وأحسن الله إليك جزاك الله خيرا. في اتصال تاني؟ طيب ما في اتصالات نكمل إن شاء الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم. يعني إلى هنا يأتي إلى ختام الجزء العاشر بمشيئة الله تعالى. يعني لا أعرف كم تبقى معنا من الوقت. نص ساعة. طيب كويس. فبمشيئة الله تعالى نبدأ الفقرة الدعوية من برنامجنا، وإن شاء الله سوف نتحدث عن فضل هذا الكتاب المعجز، فضل القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة من تعلم القرآن وعلمه للناس، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أفضلكم وأشرفكم من قام بتعلم القرآن لنفسه ثم قام بتعليمه للناس. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمتابعة
ومداومة تلاوة القرآن الكريم. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن الكريم هو حبل الله المتين وسراج الله المنير، من استمسك به نصر ومن حكم به عدل. فهذا الكتاب هو سبيل سعادة الإنسان في الدارين. ولذلك يقول الإمام الصحابي الجليل عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فأنا أوصيكم إخوة الإيمان والإسلام، وأوصي نفسي أولا، بأن نستمسك بهذا القرآن، وأن نتمسك به، وأن نجعله قائدا لنا في حياتنا، وأن نجعله أمامنا في كل شيء. فإن الذي يتمسك بهذا الكتاب سوف يجد نفسه بمشيئة الله تعالى في أعلى درجات الجنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجان نورهما أقوى من نور الشمس، فيقولان بما كسينا هذه، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولله در الإمام السيوطي حين قال: ينادى على أهل القرآن يوم القيامة، أين حملة علم الله المخزون؟ أين حملة سر الله المكنون؟ اليوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال بعض الصالحين أن عدد درجات الجنة على عدد آي القرآن. فبقدر ما يحفظ الإنسان من القرآن، وبقدر ما يعمل من حفظه، بقدر ما تكون مكانته في الجنة، وبقدر ما تكون منزلته يوم القيامة. ويعني إخوة الإيمان والإسلام، يجب علينا أن نعلم القرآن لأبنائنا حتى ينير لهم حياتهم، لأن القرآن ليس مجرد آيات تقرأ في الفضائيات أو تقرأ في الصلوات أو تقرأ في المعازي والحفلات، وإنما القرآن أنزله الله عز وجل لكي يقوم حياة هذه الأمة، لكي تستقيم هذه الأمة على كتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم يأمرنا مثلا، يأمرنا ببر الوالدين، وينهانا عن عقوق الوالدين. فلو كان ابنك حاملا لكتاب الله عز وجل سوف يكون ضارا بوالديه، لأن الحافظ الذي يعمل بالقرآن سيعمل بهذه الوصية المباركة. القرآن يأمر ابنك بالصلاة، لا يحتاج إلى أو لا تحتاج أن تقول لابنك أو تقول لابنك يا فلان صلي، تأمره بالصلاة، لأن القرآن نفسه هو الذي يأمره، هو يحفظ القرآن، ومن منطلق حفظه للقرآن يجب عليه أن يعمل بالقرآن، فالقرآن سوف يقوم حياته ويقوم سلوكه. أيضا القرآن يجعله يتعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة وبالأخلاق السامية حتى في أقواله وفي أفعاله. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فهو من منطلق حفظه للقرآن سوف يكون لسانه طيب مع الناس، وتكون أخلاقه طيبة وأخلاقه حسنة، لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يعلمه أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القرآن أيضا سيجعل ابنك ذكيا فطنا، يجعله يستطيع أن يتعامل مع الناس دون ما أن يقع في شراك أحد، أو أن يوقعه أحد في مشاكل أو في مصائب، أو أن يوقعه أحد فيما لا يحمل عقباه. هذا وأيضا يجعله متقنا متمكنا للغة العربية. هذا غلام كان يبلغ من العمر 8 سنوات، وذات يوم ذهب حاشية الحجاج بن يوسف الثقفي، وأنتم تعرفون الحجاج حينما تولى خلافة بغداد صعد المنبر وكان على رأسه عمامة، فأسقط العمامة على وجهه
ثم نظر إلى الناس في المسجد، وكان يحضر له مئات الآلاف في المسجد آنذلك، فنظر إليهم وقال: أيها الناس، إنني أرى رؤوسا قد أينع وقت حصادها، فمن قلت له أخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب لأقطعن عنقه. ذهب حاشية الحجاج يلتمسون أحوال الناس في الطرقات، فوجدوا هذا الغلام الصغير الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، فسألوه وقالوا له: يا غلام، ما رأيك في الحجاج بن يوسف الثقفي؟ قال: عليه من الله ما يستحق. فأخذوه وذهبوا به إلى الحجاج، فدخل مجلس الحجاج، وكان الحجاج متكئا، ومن عادة الحجاج أنه كان لا يعتذر لأحد، فكان يأتيه رسل الدول الأخرى، رسل الروم والفرس وغيرها من البلاد المجاورة له، فكان لا يعتذر لأحد ولا يحترم أحدا. فدخل عليه هذا الغلام وقرأ قول الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فبدأ الحجاج يعتدل، فقال حاشية الحجاج: يا حجاج، إن هذا الغلام قد سبك. فقال: يا غلام، ما رأيك في رسول الله؟ قال: نبي الهدى وإمام الرحمة. قال: ما رأيك في صحابة رسول الله؟ قال: كفاهم فخرا أنهم صحابة رسول الله. قال: ما رأيك فيه؟ قال: عليك من الله ما تستحق. فنظر الحجاج إلى حاشيته وقال: أو قد أقمت عليه حجة؟ فقالوا: اقتله يا حجاج. قال: يا غلام، فقال له الغلام: يا حجاج، قبل أن تقتلني أريد أن أنبهك إلى أمر ما. قال: تفضل يا غلام. قال: إن حاشية فرعون الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى وكان طاغية وكان ظالما خير من حاشيتك وأنت أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لأن حاشية فرعون لما أشار عليهم بقتل موسى وأخيه قالوا: أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، أما حاشيتك فأمروا بقتلي. فقال: يا غلام، أتحفظ القرآن؟ أتحفظ القرآن يا غلام؟ قال: ومتى ضاع القرآن لكي أحفظه؟ قال: أتقرأ القرآن يا غلام؟ فسكت الغلام قليلا ثم رد بضحك وسخرية وقال: إن شئت فقل، أتاع القرآن في صدرك؟ قال: أتاع القرآن في صدرك يا غلام؟ قال: وعيته كله والحمد لله. قال: اذهب ولك 100,000 دينار. فقال له الغلام: بيض الله وجهك وأعلى قدمك يا حجاج. فقال حاشية الحجاج لما عفى عنه وكافأه دعا له ومدحه، فقال الحجاج لحاشيته: خيبكم الله، خيبكم الله، إنه يقصد بيض الله وجهك أي ابتلاك الله بالبرص، وأعلى قدمك أي أماتك الله مصلوبا، أليس هكذا يا غلام؟ قال: بلى يا حجاج. قال: اذهب ولك 100,000 دينار أخرى. قال: جعلك الله من القاسطين العادلين. فقال حاشية الحجاج لما زاده مكافأة زاده مدحا وثناء، فقال الحجاج: خيبكم الله، خيبكم الله، إنه يقصد جعلك الله من القاسطين أي جعلك الله حطبا لجهنم، أليس هكذا يا غلام؟ قال: بلى يا حجاج. قال: وجعلك الله من العادلين أي أماتك الله على الشرك، وجعلك الله ممن يسوون به غيره في العبادة، وأما الذين كفروا بربهم يعدلون، أليس هكذا يا غلام؟ قال: بلى يا حجاج. قال: اذهب ولك 100,000 دينار أخرى. قال: لا حاجة لي لا بك ولا بمالك، وأسأل الله ألا يسلطك على أحد من المسلمين. قال: اغرب عن وجهي يا غلام، ولا أريد أن أرى وجهك. فذهب الغلام الذي وعى القرآن وجعل القرآن نصب عينيه، منذ نعومة أظفاره جعل هذا الكتاب قائدا له وجعله رائدا له في حياته، فخرج مرفوعا الرأس. القرآن يعلم طفلك حسن الاعتقاد في الله وحسن الثقة في الله تبارك وتعالى. فهذا بعض الصالحين كان ذات يوم يمشي على شواطئ بغداد،
شاطئ من شواطئ بغداد، فوجد طفلا صغيرا يمسك بأوراق المصحف بألواح المصحف ويقرأ القرآن على شاطئ من شواطئ بغداد. فقال له هذا الرجل: يا غلام، لما لم تلعب مع الصغار؟ إنك لازلت صغيرا، ما الذي يجلسك هنا؟ قال: يا عماه، جلست هنا لكي أقرأ القرآن وأراجع القرآن. قال: أنت لازلت صغيرا. قال: يا عماه، لقد رأيت أمي تضع صغير الحطب في النار قبل كبيره وهي تجهز لنا الطعام. يعني يقول له: أنا شفت ماما بتحط الحطب الصغير قبل الحطب الكبير في النار وتجهز لنا الطعام، فأنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم قبل كبارها. فقال: يا غلام، أين أباك؟ قال: يا عماه، لقد مات أبي منذ سنوات. قال: أترضاني لك أبا؟ قال: يا عماه، هل تطعمني إذا جعت؟ قال: لك ذلك يا غلام. قال: هل تسقيني إذا ظمئت؟ يعني لو أنا عطشت تسقيني؟ قال: لك ذلك يا غلام. قال: هل تشفيني إذا مرض؟ قال: إنما الذي يشفي هو الله. ما الذي تقوله يا غلام؟ إنما الذي يشفي هو الله. قال: هل تحييني إذا مت؟ قال: ما الذي تقوله يا غلام؟ إن الذي يحيي ويميت هو الله. قال: إذن يا عماه، دعني وشأني، دعني للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هؤلاء أطفال صغار تربوا على حفظ القرآن الكريم، تربوا على فهم القرآن الكريم وفهم معانيه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام، هيا نسارع في حفظ كتاب الله عز وجل، هيا نسارع في العمل بالقرآن الكريم. نحن لسنا بحاجة إلى حفاظ فقط، فما أكثر حفاظ القرآن الكريم. نحن نحتاج إلى من يعمل بالقرآن الكريم، لأننا أسأنا للإسلام بأخلاقنا، أسأنا للإسلام بمعاملاتنا، تجد حاملا للقرآن والعياذ بالله وينظر إلى المحرمات، أسأل الله العفو، تجد حاملا للقرآن ويسرق، تجد حاملا للقرآن ويكذب، تجد حاملا للقرآن ويأكل الربا، تجد حاملا للقرآن والعياذ بالله ويزني، تجد حاملا القرآن لو لم يقوم سلوكه، القرآن لم يقوم حياته، القرآن لم ينفعه في الدنيا، هو لم يأخذ من القرآن أو من وراء القرآن إلا الشهرة والصيت، لم يأخذ من وراء القرآن إلا السمعة، لم يأخذ من وراء القرآن إلا نقود فلوس من الناس يشتري بالقرآن ثمنا قليلا والعياذ بالله. فالأمة في حاجة إلى من يحفظ القرآن حروفا وحدودا. لذلك دائما ندعو ونقول: اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده. ليست المسألة إخوة الإسلام مسألة حفظ فقط، وإنما نحتاج أيضا إلى العمل. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ليتعظ أصحاب العقول الراسخة والقلوب الناضجة أو القلوب الطاهرة النقية. القلب التقي والنقي يستقبل آيات الله عز وجل استقبالا صحيحا، يستقبل نداءات الرحمن بقوله: سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أي أولئك هم الفائزون الذين يظفرون بكل مطلوب، يظفرون بالجنة إن شاء الله تعالى. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، يعني نحتاج أن نجعل القرآن أنيسا لنا في حياتنا، ولو كل يوم 5 آيات تحفظ القرآن، 5 آيات كل يوم. كان سيدنا عمر بن الخطاب لا يتجاوز 5 آيات حتى يحفظهن ويعمل بهن، ومعظم الصحابة ماتوا لم يحفظوا القرآن، وإنما سطروا تاريخا مشرفا بأخلاقهم ومعاملاتهم
بل فتحوا عشرات الدول، عشرات البلدان بأخلاقهم وبأمانتهم وصدقهم. لذلك إخوة الإيمان والإسلام يجب علينا أن نتخلق بأخلاق القرآن، أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. فهيا هيا إخوة الإيمان، هيا نسارع في حفظ كلام الله تعالى، هيا نسارع في أن نتغنى بالقرآن، هيا نسارع لكي نفتخر ونرفع هذا المصحف فوق رؤوسنا. نريد أن نجعل كلام الله عز وجل أمامنا، نريد هذا القرآن أن يكون دستورا لنا في حياتنا، أن يكون قائدنا في حياتنا. لأن يعني أهل القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، في الحديث النبوي الشريف حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فقال إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كان بعض الصالحين أو بعض أئمة الإقراء في زماننا يعلم الناس في هذا الزمان، يعني في هذا القرن، يعلم الناس القرآن ويعطي لهم إجازة. فذات يوم أتاه طالب، وكان هذا الطالب فقيرا، فقرأ عليه القرآن كاملا وطلب من الشيخ الإجازة، فلم يعطيه الإجازة وقال له أنا لا أعطي الإجازة إلا لمن يعطيني مكافأة، يعني تديني مقابل مادي علشان أديك الإجازة. فقال لا، فدخل الطالب إحدى المسابقات وفاز برحلة عمرة، وكان هذا الطالب مصريا في عصرنا، هذا حدث هذا يعني في هذا القرن أو في هذه العقود. فسافر الطالب إلى بلاد الحرمين الشريفين لكي يؤدي العمرة، سأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولكم، وأن يعني ألا يجعل هذا آخر عهدنا بالبيت الحرام، اللهم اكتبها لنا ولجميع السادة المشاهدين، اللهم آمين. فذهب الطالب إلى بلاد الحرمين الشريفين لكي يؤدي رحلة العمرة، ثم ذهب إلى المسجد النبوي الشريف فصلى ركعتين وجلس يدعو الله عز وجل أن يقبله ويدعو وتذكر شيخه الذي منع هذا الطالب أو منعه من إعطاء الإجازة، لم يعطيه الإجازة. فبكى الطالب بكاء شديدا ثم نام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا فتى ما الذي يبكيك؟ قال يا رسول الله قرأت القرآن كاملا على شيخي وطلبت منه الإجازة فلم يجدني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى شيخك وقل له إن النبي يقرئك السلام ويقول لك أعطني الإجازة. فقال يا شيخ كل الناس يستطيعون أن يذهبوا إلى شيخي ويقولون أو يذهبوا إلى الشيخ ويقولون النبي يقرئك السلام ويقول لك أعطني الإجازة، فما أمارتي يا رسول الله؟ أعطني أمارة أذهب بها إلى شيخي. فقال له اذهب إلى شيخك وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك زمرا زمرا أعطني الإجابة. بالفعل رجع الطالب إلى شيخه وقال له يا رسول الله، وقال له يا شيخي إن النبي يقرئك السلام ويقول لك أعطني الإجابة. فقال يا فتى ما أمارتك وما دليلك؟ قال له إن النبي يقول لك زمرا زمرا. وما إن قال الطالب هذا الكلام حتى ألقي الشيخ مغشيا عليه من البكاء. فلما أفاق قال له الطالب يا شيخي والله لن آخذ الإجازة حتى تخبرني ما سبب بكائك وما سبب إغمائك،
ايه السبب انك انت بكيت وايه السبب انك انت اغمي عليك؟ فقال له اذهب خذ الاجازه واذهب الان يا غلام يا فتى. فانا لا. قال والله لن اتسلمها حتى تخبرني ما معنى زمرا زمرا وما سبب بكائك. قال يا فتى كنت ذات يوم اقرا قول الله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. ثم والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال الشيخ فظللت أبكي بكاء شديدا وأدعو ربي وأقول يا رب من أي صنف أنا يا رب من أي صنف أنا يا رب من أي صنف أنا. قال فغلبني النوم فنمت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي لا تحزن فإن أهل القرآن يدخلون الجنة زمرا زمرا. الله أكبر. إن أهل القرآن يدخلون الجنة جماعات جماعات. هنيئا لك يا أماه يا من قضيت وقتك مع القرآن. هنيئا لك يا أختاه يا من سهرت الليل تقرئين القرآن وتدبرين القرآن. هنيئا لك أيها الأخ الفاضل وأيها الأب الفاضل يا من قضيت حياتك مع كلام الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على حامل القرآن أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى وأن يخلص تلاوته لله عز وجل وأن يخلص تعليمه للناس يجعل تعليمه للناس هذا بنية أن يعلم المسلمين القراءة الصحيحة لكي ينتفع المسلمون بالقرآن فيخلص النية لله عز وجل. لا يقرأ آية وهو يرائي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تصعر بهم النار منهم قارئ للقرآن. إنما كنت تقرأ لكي يقال قارئ. وقد قيل أنت أخذت أجرك في الدنيا أنت أخذت ثوابك وضيعته في الدنيا وقد قيل عليك قارئ. ولذلك روي أن بعض الصالحين كان يجلس في المسجد فقرأ القرآن الكريم كاملا ثم نام في ليلته فرأى ملكين يقولان له يقول أحدهما له إن الله عز وجل قد أعطاك أجر هذه الختمة كاملة إلا آية واحدة في سورة طه. فقال لقد قرأت القرآن كاملا وقرأت الختمة كاملة لماذا لم يعطني الله أجر وثواب الختمة كاملة؟ فقال له لقد دخل فلان ابن فلان المسجد وأنت تقرأ. فلان ابن فلان دخل المسجد عليك وانت ماسك المصحف وبتقرأ فرفعت صوتك حتى يعرف فلان أنك كنت تقرأ القرآن فحرمت ثواب هذه الآية لأنك رفعت صوتك فيها لكي يعرف أنك تقرأ القرآن. أسأل الله العفو والعافية. صاحب القرآن لابد أن يكون من أكثر الناس خشية لله تعالى يخشى الله عز وجل ويبكي حينما يقرأ القرآن يبكي بقلبه. يعني هذا ابن سيرين دخلت على زوجته إحدى جاراتها فوجدت بللا على الحصير لقيت كده الحصيرة فيها عليها مية كده فيه بلل فقالت لها تبا لك أيتها المرأة لما لم تغسلي بول الصبي تي ما غسلتش بول الصبي ليه؟ فقالت إنه ليس بول الصبي ولكنه أثر بكاء الفضيل وهو يقرأ القرآن. بدموع الفضيل بدموع ابن سيرين وهو يقرأ القرآن لكنها أثر بكاء ابن سيرين وهو يقرأ القرآن. انظروا إلى حال السلف الصالح مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه
النبي نفسه كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه. تقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأسأل الله عز وجل أن يشل ألسنة من يتطاول عليها ومن يسيء إليها أمنا عائشة رضي الله عنها. تقول له يا رسول الله، أو ما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هون عليك يا رسول الله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، اتق الله في حفظك للقرآن. يا صاحب القرآن عليك بالعمل بالقرآن. هنيئا للحافظ الذي يعمل، هنيئا للقارئ الذي يعمل بكل آية حفظها وبكل آية قرأها. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم. أيضا حدث موقف لا ينبغي لنا كمجتمع إسلامي أن نسكت عليه، وهو مقتل الثلاثة شباب المسلمين في أمريكا. يعني هذا الحدث أدمى قلوبنا جميعا وحزننا له ولحدوثه جميعا. مقتل ثلاثة شباب مسلمين في أوروبا. فالإسلام يحرم الدماء، حرمة الدماء في الإسلام. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فينبغي علينا يعني أن ندعو الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، ودماء المسلمين كلها حرام بغير حق. لا يجوز أن يقتل ولا ينبغي أن يقتل مسلم بغير حق، يعني الدماء لها حرمة عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فحرمة الدماء في الإسلام عظيمة. ويأتي المقتول يوم القيامة ورقبته في أرض المحشر، رقبته تتناثر بالدماء، فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، وحرمني لي من حق الحياة، حرمني لي من حقي في إن أنا أعيش إنسان حر، حرمني لي من حقي في إن أنا أعيش كما هو يعيش أيضا. فينبغي علينا أن يعني نتقي الله عز وجل، وأن ندعو الله عز وجل دائما أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ أعراض المسلمين. ويعني في ختام هذه الحلقة أرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا ارفعوا معنا أكف الضراعة. ندعو الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا في هذا الصباح المبارك، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم احفظ بلدنا مصر وأمنها، احفظ بلدنا مصر وشعبها. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على أهل مصر بركات من السماء. اللهم من أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير،
ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره وجعل الدائرة عليه واشغله بنفسه وأنزل عليه سيف انتقامك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشريعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وبلغنا اللهم آمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات كل من اتصل وشارك وساهم في هذا البرنامج، وأن يجعل أيضا هذا البرنامج في ميزان حسنات الإخوة المصورين والإخوة في الكنترول وفريق العمل في القناة، إنه ولي ذلك ومولاه. أترككم في رعاية الله وأمنه إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة والجمال لون جديد للحياة. Do 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 do